هذا البرنامج برعاية وردة، سرنا المحبة، بمساهمة ديليس. تارتي فريش بن ديليس يبنن العيشة. نجمة، اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة، راك حرة. بلدينا محلاك محلاك يا لميمة. لا كريمة تارتيني فانواز بنتها ما كيفاش. فانواز حلوة منك. ياغورت ديليس يعطيك الصحة. بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حار وحلو. اليوم باش نطيبوا حاجة حلوة واللي هي تاخت بالغلة، وباش نعملوا زادة سموثي. أول حاجة بيان سور باش نحضروا الباط متاعنا، باش ناخذوا فارينة متاع وردة متاع لي جاتو، باش ناخذوا 280 غرام. كما قلت لكم راهو تنجموا توزنوا وغير ميزي. مغرفة معبية كيا فارينة فيها 25 غرام. 3 4 5 6 ونزيد هكا شوية تونة. عنا لهنا الفارينة. توا باش نحط السكر المحاور. بيان سور خذيت السكر المحاور متاع فانواز، خذيت 150 غرام سكر محاور. فوالا نخلطوا السكر والفارينة باش العجينة متاعنا تبدا اوموجين. وتوا باش نزيدوا 120 غرام زبدة متاع ديليس. باش ناخذ الزبدة ونقصها مكعبات صغار باش نعمل بات سابلي. نحل باكو الزبدة كيا، وماذا بينا تبدأ أتمبيراتور أمبيانت. نيخو سكينة فوالا، نزيد نصغر. توا باش نعمل اون بات سابلي. اش معناها بات سابلي؟ معناها باش نردوا الفارينه والسكر والعظم كيما السابل كيرمال، نفس لا تيكستور. هذاك اش معناها؟ نزيد الزبده باش نوصل للكميه اللي حاجتي بيها. باهي، ونحسب كونتيتي اللي حاجتي بيها. ديجا هي على الباكو نتاع الزبده تلقاو الغراجواسيون، تلقاو الحساب. نكملوا نحطوه. سي بون، عندي الكميه اللي حاجتي بيها. وتوا اش باش نعملوا؟ باش نلبس لي غون. وديما ديما في الكوجينه ما تنساوش باش تغسلوا يديكم بالقدا قبل ما تبداو تطيبوا. ناخو لي غون وباش نبداو نخلطو في الزبده مع السكر المحاور ومع الفارينه. تبرد بالقدا في الفريجيدير. وتو باش نحضروا الكريمه اللي باش نحطوها في الباز نتاع الطاخت. نحيو الحاجات الزايدة من البلان دو ترافاي. كما قلت لكم ديما لازم واحد يطيب ويخمل باش ما تتراكمش الاشياء اكيا والمعون والخوذه وكل. باه فوالا،
باهي باش ناخذو يا سيدك في سيدك البريباراسيون تاع الكريمه تاع فانواز. اخذيت الي بالجوفاني نحطو في الكاسرونه باش نزيدو السكر وباش نحطو الحليب. باش ناخذ حليب ديليس من الفريجيدير باش ناخذ حليب ديليس اللي انتي ياسر نحبو انا مع الكريمه نحس يزيد يبننها. باش ناخذ نص ايترا حليب ديما نحب نحسب باش تجيني منظمه قد قد الغسيت. دوما 400 ونزيدو 100 فوالا. توا ناخذو الفوي النار تبدا قبل ما نشعلو النار نخلط بالقدا باش ما تكعبرليش من بعد كي نبدا نطيب فوالا. وتوا باش نشعل النار بالسياسه بالسياسه حتى لين تختار فماش ما اسهل منها العملية. توا باش نعملو سبور باش نخلطو 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 باش نخلط بالمغرفه اللوح خاطر سينو باش تعمل لي كي الموس كي نقعد نخلطها بالفوي على طول. فوالا سي بون ريتوا كيفاش خثارت معناها طابت وزيد بقبقت عملت هذوكم اكيد بقبقات صغار ديريكت باش نحطها في البول ونغطيها بالبابيي سيلوفان ونخليها تبرد بالرقدة. فوالا ريحتها بنينة. ناخو البابيي هذا باش نحطو او كونتاكت دو لا كريم باش كي تشيح ما تجلدش هذاك مش تشيح بلوتو كي تبرد ما تجلدش وبعد تبدا شادة روحها بالقدا. توا باش نحطها هي في الفريجيدير تبرد وترتاح في عقلها وباش ناخذ البات اللي حطيتها تبرد باش تشد روحها اللي باش نجم نحلها ونطيبها. فوالا هكا بالسياسه بالسياسه تخليو هي الجمله منها للهواء. فوالا سي بون اوبس عاود نحيتها مش بالعاني. توا باش نحطها في الفريجيدير اي فوالا. توا باش نحلو البات باش نسهلو علينا عملية حلين البات ناخو زوز اوراق بابي كويسون نحط البات متاعي لهنا على واحدة منهم فوالا. باش نحط شويه فرينه خاطر كيما قلت لكم راهي البات كي تبدا بالزبده في ساعه تذوب وفي ساعه تولي تلصق لازم في ساعه في ساعه. حط شويه فرينه على البابيي كويسون نحط البات هكا نزيد نحط شويه فرينه على البات فوالا. وتوا قبل ما ننسى باش نشعل الفوق على 180 درجة فوالا. باهي نحط البابيي من هنا وناخذ القلقال ونعجن ونحلها مغرومة بالعجنة بالسيسة هي راهي تتبعكم في عقل عقلها. فوالا هايك وتوا لقيتوها محليها جات. وتوا باش نوريكم المولة ذي العجيب
هذايا أغزر القاعة متاعو يتنحى على الحرف وما يلصقش نوك به على الخط سخطو للي تاخت اللي هك. ناخذ البابت هكا وباش نحطها هكا ونحي بالسياسة البابي كويسون ولا بالسياسة 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 ولا وتوا باش نستويو الاحراف باش تبدا مزيانه. والبات هذه راه تنجموا طيبوها وتحطوها في الكونجيلاتور، مش طيبوها بلوتو تحضروها تحطوها في الكونجيلاتور وقت اللي تستحقوها تستعملوها. والا انا نقولكم باش نعمل، كل ما طيب تاخت اللي توه الزيت تاع اللي باش نحيه نخبيه حتى تولي لي بات نتاع تاخت كامله. الاقتصاد نصف المعيشه، هذه لازم تعلموها في الكوجينه. تروح كي نمشي بدا شندق بندق كهو ميقعد شي في الاخر. توا باش ناخذ السكينه ونبدا بشويه بشويه نحي في البات اللي زايده فوالا. بما تعمل هكا راه يجي معاك هي. لحد الان سهله العمليه، جوست شويه وصعب بال. باش نزيد شويه بات من هنا خاطر جيت ناقصه حسيتها. ما حبيتش تركح فوالا. باش ناخو الفرقيطه ونعمل هكا 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 باش كي تيب ما تطلعش فوالا. باش نحطها توا في الفوق على 180 درجة لمدة 20 دقيقة وكل واحد عينو ميزانو. خليوها تحمر بالكدا من غير ما تتحرق، ردوا بالكم معي. أتوت رجعنا لكم بعد الفاصل. البات طابت والكريمة بردت، نحي البابي سيلوفان وتوا باش نركضها بالركاضة باش تترخف في الكريمة وتولي أونكتيوز. توا نحيو هذوما ونحطوهم باش نغسلهم بعد. باهي ناخو المغيز باش نهز الكريمه، ريتوها كيفاش تطرى. نحطوها على الفون تاع الطاخت باش نجمو نحطو الغله. هاكا الغله قصيتها، خذيت التمر، خذيت مدالينا تنوريكم كيفاش عملتها، خذيت الفريز، كيوي، بنان، حسيلو تنجمو راهو كعبة كيوي تعمل تشريو كعبة كيوي، خمسة كعبات فريز، خمسة كعبات دقلة، وحنا ماشيين معناها بشوية بشوية. واحد ساعات ماذا بيه هكا ياكل حاجة حلوة ويدلل روحو شوية، ينجم بحاجات بسيطة يعمل حاجة بنينة. جيت المدالينا قشرتها وقصيتها هكا في كانت هكا ريتوها، قصيتها في الوسط ونحيت القلوب تولي هكا دوره ومزيانه. يعنى الكل تقعد تلق باش نعمل ناباج. الناباج هذيا ناخذو ماء ومعجون نحطوهم دوب ما يسخنوا فوق النار اكيد باش يتحلك المعجون، وبعد نطلي به الغله الكل باش تقعد تلق وتقعد فرشكه لو طون اللي تاكلوها. ترى ضي الطخت الله يشخت عليها الوين الوين. توا باش ناخذ الكسرونه باش ناخذ معجون سيكام نتاع المشماش، حبوا برشا هنا معجون المشماش. نحط كميه باهيه ونحط معاها الماء كيما قلت لكم قبيليك، ونحط توا شويه ماء مش برشا كيما قلت لكم جوست باش يتحلك المعجون.
وبش نحط على النار الهيجية. ولا حطوا المغرفة بحذينا بهي. وانتخو طان باش نعمل سموثي. باش نعملو باش نحل. وماذا بيكم ديما كان باش تعملوا سموثي وفيه غلاسون لازم عندكم الروبو اللي بالبلار. كان الروبو نتاعكم بالبلاستيك ما غير ما تحطوا الغلاسون خاطر باش يفسد لكم الروبو على غير شيء. باش نحط كعبه فريز، باش نحط موزه، فوالا. وباش ناخذ جوكي تاع ديليس. آه هو انا ما نحبش نزيد كي نعمل سموثي ولا جو ديما ما نحبش نزيد السكر. جو بريفير يبدا ديك المطعم تاع الغله من غير السكر خير. نحط كعبه الاولى وتوا باش نزيد الكعبه الثانيه. سموثي ديما راهو يجي عاقد شويه مش كي الجو. فوالا نحط الخطا ونحرر خدم الروبو. سموثي ترحى نحيو البول وباش نحطو لهنا. شفتو ما بين لونو جي. ها هاوك. وتوا المعجون ذي بريسك ذي بالكل باش ناخو بانسو ونعدي على الغلة باش تقعد فريشكة وتلق. وزيد يجي مطعم البيش لابريكو بلوتو تاع المشميش، معناه يجي مطعم المشميش هكا عرفت كلي بنين شوية بشوية. وكها حضرت اليوم الحاجة الحلوة اللي نحبوا عليها. عنا الطاخت بالغلة، عنا سموثي. عطيتكم هكا برشا أفكار وسهلة برشا. أي واحد ما يعرفش طيب ما هوش مغروم بالباتيسخي ينجم يقد هالغسيت، ما هيش صعيبة برشا. وردة سرنا المحبة بمساهمة ديليس. الجوتا هي ديليس. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. جولدينا محلاك محلاك يا لميمة. لكريمة تارتيني فانواز بنتها ما كيفاش. فانواز حلوة منك. ياغورت ديليس يعطيك الصحة. بذرة صدق زرعناها بحب القناة. سيكام محبة وغرام.